بيعت كلها خلال ساعتين فقط من الإعلان عنها. أحذية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذهبية التي أطلقها عقب يوم من أمر القاضي له ولشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في نيويورك. نفذت واشتراها محبو ترامب بسعر 399 دولاراً. موقع فوربس قال إن الحذاء الرياضي الجديد حقق نجاحاً مبكراً عند طرحه للبيع، فقد تم طرح 1000 زوج فقط. ترامب أطلق عليه اسم ترامب شوز، وهو مكون من 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار لا تستسلم أبداً، فيما قال إن الحذاء سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سناً. وبينما يواجه الرئيس الأمريكي السابق أوقاتاً صعبة بعد فرض أحكام قضائية عليه، لم يذكر ترامب المكان الذي يتم فيه صنع الأحذية الرياضية على وجه التحديد، رغم أنه مدافع معروف عن إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.